شو هيدا التعميم؟ كيف فينا نستفيد منه؟ يعني مناخد مصرياتنا بالدولار؟ هذه عينة من الأسئلة التي بدأت تتناقل على ألسنة المودعين منذ أن أصدر مصرف لبنان تعميماً وجهه إلى المصارف وتضمن إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية. وأبرز ما جاء في هذا التعميم أنه استثناءً لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأمريكي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة صيرفة في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الجاري. أيضا أن على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الأولى أعلاه أوراق النقدية بالدولار الأمريكي لعملائها بالسعر المشار إليه أعلاه بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتج عن إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم وفقا للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني. فما هو الجواب الفعلي لأسئلة المواطنين حول التعميم المركزي ومن المستفيد منه؟ أولا، هدف هذا التعميم ضخ دولارات نقدية بالسوق من خلال السماح للمودعين أنه يسحبوا من ضمن السقوف المحددة بالليرة اللبنانية ودائعون على سعر صرف منصة صيرفة ولكن بالدولار الأمريكي. يعني إذا مودع بيسحب شهريا 10 ملايين ليرة، صار بيقدر يسحب هالعشر ملايين ليرة بالدولار ولكن على سعر دولار على منصة صيرفة. إذا سحب جزء من سقفه بأول الشهر مثلا، مبلغ المتبقي لهيدا الشهر في يسحبه بالدولار نقديا على سعر الصيرفة. في القراءة الاقتصادية الأولى، فهذا التعميم هو تطبيق للاجتماع الذي عقد قبل يومين في السرايا الحكومي واتخذت فيه بعض القرارات على أثر الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية. نحن بنعرف أنه صار في اجتماع بالحكومي برئاسة الحكومي بين رئيس الحكومي وبين وزير المال وبين حاكم مصرف لبنان، وتم على أثرها أخذ قرارات معينة أو إجراءات معينة كرمال أنهم يحدوا من طلب الدولار بالسوق السوداء. وهذه الإجراءات تمثلت بكل بساطة ببيان أصدروا مصرف لبنان أول مبارح، واليوم يعني طلع ترجمة فعلية بتعميم للمصارف، لأنه نحن بنعرف أن المصارف بتشتغل حسب تعميم وليس حسب بيانات. وهذا التعميم بنص يعني بكل وضوح أنه مصرف لبنان رح يعطي حصة المصارف الباقية لهذا الشهر بالدولار على سعر صيرفة منصة صيرفة. اللافت في تعميم المصرف المركزي أن هذا القرار يعمل به لغاية 31/12/2021. هل التعميم هو بس لأسبوعين، الآخر أسبوعين من الشهر الحالي؟ لنشوف إذا رح يتمدد للشهر المقبل، بس هدفه هو ضخ دولارات نقدية بالسوق اللبناني. هيدا إجراء سريع مع تدهور سعر صرف الليرة بالسوق الموازي، وأنا برأيي أسبوعين لما يبدأ بأول السنة، يعني لأنه صحيح أسبوعين مش كافيين ولكن أحسن ما يتأخر بعد أسبوعين تانيين. طلع هالتعميم اليوم للبدء بتطبيقه بأسرع وقت ممكن. يرى البعض أن كل هذه التعميم ليست سوى تسكيجة وتمرق وقت، فالحل أولاً يكون بلجم من يتلاعب بالليرة اللبنانية فينتج تلقائياً لجم سعر صرف الدولار، والخطوة المهمة أيضاً إقفال المنصات غير الشرعية سريعاً. كل هذه الخطوات والقرارات تبقى رهن الأيام لنرى هل في تطبيقها الجدي انعكاسات إيجابية على الوضع، أي تراجع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.